السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدين قناة الوطنية. اليوم نزلنا إلى الشارع الجزائري باش نسقسوا الناس على موضوعنا اليوم اللي هو الصحبة. كما على بالكم بلي الصحبة موضوع أو عنصر أساسي بعد الأسرة. خلينا نشوفوا واش قالوا، تابعوا معنا. السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا بكم. واش راك لاباس؟ الحمد لله، كثر خير ربي سبحانه. الحمد لله. موضوعنا تاع اليوم هو الصحبة، لاميتي. واش تقدر تقولنا على الصحبة؟ دوكا يعني صاحب صعيب باش تلقاه هنا في هذا الوقت هذا، وكاين صاحب من صاحب، كاين صاحب المليح اللي يجيب داك زعما الصلاه كما قال لك الرسول، صاحب ساحب، كاين صاحبك اللي يساندك كي تحقو منه، وكاين صاحب اللي راك تعرفهم يا اخو، كاينين صحاب كاينين. وعلاش انت واش تخير يعني صديق طفوله يتربى معك ملي كنت صغير، ولا تخير صديق اللي قريت معاه يعني في قرايتك ولا في العمل تاعك تاع الطفوله؟ يا كيما دوك عندي صحابي متحضيريه. علاش؟ خاطش شغل ما تقدرش تخليه يا اخو، شغل راك تجوزت معاه وقت تجوزت معاه يا ما تكدا، هذه هي يا الصغر تيبقاو لي سوفونير وكذا، ومن بعد تجي مراحل، المرحلة الثانية يبداو ينقصوا، المرحلة الثالثة الصحبة هما الأولاد، هما لافي تاعك مع ولادك ويولوا ولادك هما صحابك، وعائلتك هي صحابك، هي كلش يبقاو برك لي سوفينير. هذا واش نقدر. وانت واش تفضل يعني صديق طفوله ولا صحاب جدد؟ انا نحب صديق طفوله. علاش؟ علاش لي سوفينير تاع الصغر ما يتعوضوش، يبقاو دائما دو سوفينير، تبقى الذاكره وتبقى متشوق على هذاك الصغر، وكاع كانت البراءه. ولكن دوكا صحبة تاع مصلحة، المصالح ما كاش مصالح يلوحك، صافي فوميون نفضل ما كاش صحبة، الصحبة تاع الصغر هي الأفضل وهي المليحة. صحبة ما كاش دوكا. علاش ما كاش؟ عطيني علاش. باسكو ولاو الناس بزاف صاحبك تلقاه ماترياليست هو، فاهم، تكون قاعد في قهوة وجماعتك يعيطوا لي عنده طونوبيل، من بعد يعيطوا لي خدام. يعني تقصد صحاب المصلحه كاين؟ اي بيان سور كاين غير صحاب المصلحه هذوك. يعني شنو نقولوا بلي انت يا عندك صحاب، انت واش تبريفيري؟ صحاب تاع الطفوله ولا صحاب تاع جدد تاع دوك؟ غير كامل كيف كامل قاسهم الفيروس هذايا. تسمى واحد يلفو ميو يمشي وحده خير. الصحبه قال لك المثل واش يقول؟ قال لك صحاب والنيه ما تنصاب. انا عندي واحد صاحبي ما عنديش 20، عندي جاري انيس، هو هذاك هو صاحبي. كي نسحق حاجه نروح لعنده، ولا كي نخرجوا كيف ما بقاو صحاب. دير فيه الخير ولا ما ديرش فيه يدور عليك، شغل ما بقاوش. انا غير عندي صاحبي غير انيس هذا يا خويا، في وقت الضيق نصيبو غير هو. بصح وانت واش تبريفير يعني صحاب تاع الطفوله ولا صحاب جدد؟ لا 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 صحاب الجدد، لا لا صحاب الطفوله. الصحبه كانت صحبه، صحبه صداقه حره من القلب. دوك راهي صحبه احتيال، كذب، خوانه. بكري الصحبه صاحب من القلب، الصدق في الاقوال والصدق في الاعمال. وصاحب ماشي كي تكون مرفه، صاحب كي يكون انسان مرفه في قلبه في معاملاته يزرع الخير، هذا هو صاحب. يعني انت واش تفضل، واش تبريفيري صديق الطفوله ولا صحاب جدد؟ لا صديق الطفوله اللي كان زوالي معاك ونات زوالي، بصح ترفه من الايمان، باسكو ما كاش كيما ترفاه بالايمان بالله بالرزق اللي يمدو الله، وانت تكون صادق بالاعمال تاعك. معنيش السؤال تاعنا هو يعني في العمل تاعك، اسك انت يعني تاكسيبتي ولا يعني نورمال ليك في العمل تكون صداقات ولا تخليها غير في احترافيه، يعني في العمل فقط كزميل فقط؟ لا انا نخلي غير زميل بك، نخلي غير زميل، نخلي يعني ما نخليش. وفي العمل يعني انت ما تديرش صحاب، يعني تخليها غير زماله؟ زماله برك، ما كاش صحاب. عندك حكايه صارت لك مع صديق هكذا؟ كانوا اصدقاء، مي كي تمرض يكون عندك حادث ولا يكون عندك مشكل في العمل، كي تدخلك البيبان
تسيب البيبان مغلوقين، ملي تكون عندك كراسة فاخرة ودار فاخرة كي تعرض يجيو الوكالين. يعني تقصد صحاب المصلحة. يا تيك صحة، ومن بعد كي يكونوا صايمين ما يسحقوكش. يعني معليش في العمل تاعك انت يعني تفضل تكون صداقة عمل فقط يعني زميل زملاء، ولا يعني عادي دير اصدقاء ولا اصحاب في العمل؟ ما تنجمش باسكو دوك في هذا الوقت الحالي دوك اللي يخدم صديق في العمل يديروه بياع، يديروه جاسوس، يديروه كوساج، ماشي يلتب العمل باش يطور نفسه ويطور حياته باش المستقبل تاعو ومستقبل البلاد والعباد. انا يا عندي تجربه كبيره في العمل، ولكن التجربه تاع العمل تبقى في العمل وحتى تموت حتى تخرج تقاعد. يعني تقول انت ما كاش منها هذه صحاب، ما كاش منها صحاب تاع العمل. كاين صحاب تاع العمل هي مصلحه برك وبريودا برك، وغير تخرج روترات ولا تما ينقطع كلش، يبقى صح 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 يبقى الاولاد والعائله تاعك لا بتيت فامي، هذيك هي صحتك الصحبه تاع الصح. بارك الله فيك. وانت شكون صاحبك؟ بابا. طاو قال لك انت صاحبي. انت شكون صاحبتك؟ ماما. ربي يحفظكم ان شاء الله.